طب ده يا جماعة لو كان القيمة اللي هي بتساوي 2 زي ما احنا شايفين كده، لو كان بتساوي 2 هينفذ الجملة دي، لو كان فولس هينفذ الجملة دي. طب احنا لو عايزين نعمل شرط كمان، يعني فاهم ازاي؟ يعني نعمل شرط، لو ما لقاش الشرط ده يبدأ ينفذ شرط تاني، لو ما لقاش الشرط ده يبدأ ينفذ شرط تالت وهكذا. نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا الكلام ده كله أشكال، أشكال لمين؟ لجملة اف، أشكال لجملة اف. هنقول اف، شوف لاحظوا الكتابة بتاعتي ماشية ازاي يا جماعة. أنا ما بقولش اف ومفتح القوسين كده وقعد أكتب وأكتب الشرط بتاعي، لأ أنا بفتح القوس وأقفله وأنزل شرط جديد وأفتح القوس وأقفله، بكتب الشكل العام الأول وبعد كده ببدأ أنفذ الإيه، أكتب بقية الجمل. طيب هنقول هنا إف إن الإكس كانت أكبر من الاتنين هينفذ، بلاش الاتنين خليها، ماشي خليها الاتنين، كونسول دوت رايت لاين هنقول هنا اكس اكبر من الاثنين. طيب إلس، مش هنكتب بقى إلس، انا هنكتب إلس اف، إلس اف نحط شريط جديد وننزل تحت كده إلس اف ايه، ان الاكس اقل من الاثنين، هيتبع لك الجملة على الشاشة هنا، هي جملة كونسول دوت رايت لاين ان الاكس اقل من الاثنين. طيب ما ينفعش بقى اسيبها كده إلس إف، ماشي ممكن اسيبها كده عادي مش تعمل مشكلة. تعالى نعمل بيلد كده ونشوف. اهي شوف قال لك هنا بيلد سكسس، يعني مفيش اي اخطاء. بس احنا هنعمل شرط تاني إلس تعالى نشوف، لو هو اكبر من اتنين هيتبع لك جملة، لو هو اقل من اتنين هيتبع لك جملة، لو هو مش اكبر من اتنين ولا هو اقل من اتنين يبقى اكيد هو بيساوي ايه، بيساوي اتنين. اكس بيساوي اتنين، تعالى ننفذ كده ونشوف. قال لك ايه؟ الاكس اكبر من الاثنين، يعني الاكس كانت فوق بخمسة. طب عايزين نشوف الكلام ده بيج بوينت، نعمل بيج بوينت كده ونبدأ نشوف الكلام ده. علمنا على الاكس كده وتعالى نتك اف 11. اهو نتك اف 11 قال لك الاكس بيساوي كام؟ اكس بيساوي خمسة، فتعين هنا الاحمر اهو ان الاكس بيساوي خمسة، راح اختبر الشرط ان الاكس اكبر من الاثنين، اكس اكبر من الاثنين، خمسة اكبر من الاثنين، اه خلاص يخش ينفذ الجملة ان هي الاكس اكبر من الاثنين ويخرج خالص من اللوب، يخرج خالص من اللوب ويطبع لك كلمة اكس اكبر من الاثنين على الشاشة. طب تعالى نقول كده ان الاكس دي تساوي اتنين، وتعالى نعمل بيج بوينت تاني. تك اف 11 اكس بتساوي خمسة، اكس بتساوي اتنين اهي. فاختبر الاول هل الاكس اكبر من اتنين، هل الاتنين اكبر من اتنين، لا
خلاص سيبه من دي هيخش. هو اختبر التاني كمان وقال لك هنا ان الاكس يساوي الاتنين، طبعا لك قيمة الاتنين على ايه؟ على الشاشة. مفهوم يا جماعة جملة اف؟ ادي جملة اف اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى جملة اف احد جمل السلكشن اللي هي بتختبر شرط معين، اما بيساوي تول اما بيساوي فولس، اما بيساوي تول اما بيساوي فولس. يعني هي بتختبر مثلا لو كان الشرط عندنا بيساوي تول، لو كان الشرط عندنا بيساوي فولس تبدأ تنفذ جمل معينة.